اخوي. تعال 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 تعال. بسم الله. تعال 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 تعال. انت اللي تنتقدني. الله يبقيك. هذه في طاولة النقد. في طاولة النقد. هذه كانت على طاولة النقد. بالله. اين انا متسع. هو انت ما غيرك عيبان. اللي يقول ايش يقول احمد عن احمد العوض؟ احمد مسيب فقرته. ها؟ احمد مسيب فقرته. احمد مسيب فقرته. هذه كانت طاولة نقد. ايه. وكان محور الان متسابق ومقدم. نهائيا ما حلو. ما علاقة فيها نهائيا. حلو. ايه. افتح مايكك اول شيء. لق مو خصم المايك كميوتر. الحين احمد العوض هذا اللي انت تتكلم. حلوين؟ طلع صوت اللي قبل شوية اهم شيء. كلامه طلع. يا حلوة ما شاء الله. أنا جابر الماضي جايبين لك. الله يستاهل. عطوا صفقة. عطوا جابر صفقة يا شباب. خلاص أروح فيه. تروح له. شو كيدو. حي والله ذا الراس. خلاص أنا حويك. خلاص وين تعال. أنا حويك. تعال شو تقول. أنا حويك. خاطبهم هنا. خلاص إيش. أنا حويك. عدها. حويك. أنت حويي. والله إنك أحلى حوي. ما شاء الله. صفقة جابر يا شباب. امسك يا امسك. هلا يا هلا حبيبي. هلا امسك. الله يخليك يا حبيبي. خله معاك عيوني. ها خله معاك ولا نجي واكل معاك. حل. طيب حل بقك. حل بقك يا محروم من الحلا. اوكي روح. انت حلا عيوني. ما يحتاج عيوني. ارجع ارجع. ايوه تقول لي ايش هو. تفضل اقول بدل عوض. ها هذه كانت على طاوله نقد يا احمد. ايه. وانت من الناس. اول شيء لا يختلف على محبتك احد. لكن فيه عقبات احنا حابين نعدل فيها. اذا كان في صح فمن الله عز وجل. كان في خطا من نفسنا والشيطان الله يطول عمرك. حلوين حلوين حلوين. شكرا يا حبيبي. طيب ايش رايك اني الغي الان فقرتك انت؟ ما انت انت شيخ الفقره ذي. تحطني. إيه. ولا تلغيني بكيفك. اي حلو يا حبيبي. إيه يا العيب. احمد العوض. ها ثاني مره اذا طلعتوا على احمد العوض ايش تقول على احمد العوض؟ نقول احمد العوض هذا الحلقه المنضبطه. احمد العوض الفخم. الفخم. إيه. الحلو الجميل. إيه. المحترم الانيق. إيه. يا حبيبي والله كذا صح. دن عليه الطيب. هاي عيك. يلا عطونا الدولاب عيفان. عطونا الدولاب. يلا يا عيفان. يلا 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 عطونا عيفان. بسم الله الرحمن الرحيم. نقول نقول يا عيفان يا عيفان يا عيفان المنتقد عيفان. وقف وقف وقف. خلنا نشوف ان شاء الله شيء براسي. يا الله يا رب تذكره. اخ خصمك عطى وجه. ها وجه على مين؟ على والله خشمي. من هو اللي على والله اللي مغمى عليه؟ من هو هذا؟ هذا اللي مغمى عليه. من في واحد في واحدين كان اسمه خالد الروقي وما ادري وش. وينه 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 خالد الروقي؟ طلعوه. وجه سدد خالد الروقي. ألف خصم. خلاص شباب يلا ألف خصم. ألف خصم. ألف خصم على خالد الروقي. وجهها عيفان. شباب استريحوا. يلا عطونا السؤال العيفان. عطونا ألف عيو. يلا عطونا السؤال. يقول لك السؤال: من قام بتأليف معجم لسان العرب؟ ابن خلدون الإدريسي الخوارزمي ابن منظور. ابن خلدون. ابن خلدون. ابن خلدون. ليه الثقة؟ ليه؟ ابن منظور. شباب ريلاكس. شباب تدري تدري ايه تدري الثقه الزايده نكبه. تدري انت كنت انتقدتني ثقه لكن تدري انها نكبه الحين. تدري ما هي بثقه هذه. هذا لطف من رفيقي ما بخصم عليه. ما له دخل. هذه المحبه. ما له دخل السؤال. والله لو ان السؤال اعطاه سؤال ما له دخل. ها سؤال ما له علاقه. سؤال لك انت. اي طيب والحين يعني هو من خصم عليه. طيب خلاص. ها من خصم عليه هو. لا خلاص انت لقمت هالفريق ألف خصم. يلا عطونا طيب الدولاب يا حبيبي. الخصم جاك ساري. حظك الان اللي بخدمك. بكم حظك اللي بخدمك. ان شاء الله حظي طيب. يلا. ان شاء الله حظك طيب وانت طيب وانت. يلا ما عليك زود يا حبيبي. عطنا بسم الله الرحمن الرحيم. نقول نقول يا هو ليك لو ستوب. ها مكان وجهك. أربعة. ليه أربعة؟ ليه أربعة؟ يا حبيبي يا حبيبي. يلا يلا ما عليك. كانت حلقة جميلة. يلا يعطيك العافية يا حبيبي.
يلا بسم الله، اللي بعده اللي بعده، يلا سريع سريع. نقول ستوب يا شيخ. تعال 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 واخر اخر. تعال، كم شخص اخذنا الى الان شباب؟ تعال سلطان وملعب، طلع نجوم نجوم يا حبيبي. شباب شباب ريلاكس ريلاكس، ها ريلاكس، الكاميرات على البوابة. مرحبا عوض، منورنا. اي بس بسرعه كلموا الشباب، يلا خذ راحتك كلموا الشباب. يلا كيف حالك سلطان؟ اخبارك؟ منورنا والله يا عوض، الله يحييك. الله يبقيك. ما 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 تخطيت الا النقد. وشو انا جوي تعال تعال جوي. انت انتقدت بعد احمد العوض صح؟ انا كنت مدير فقره. كنت مدير فقره انت؟ نعم. الموزع. نعم المحور. احنا ايش كان في احمد العوض؟ احنا كان كنا محتاجين للمحور نجم كبير مثل احمد العوض. ايه. واسم كبير وله ثقله الاعلامي. احنا محتاجين هذا الاسم. الجميع تحت طاوله النقد. حلوين. وتحت مظله النقد. تحت مظله النقد. نعم. جميع تحت مظله النقد الا وتحت النقد الا احمد العوض. ليش احمد؟ ونعم يستاهل. نعم. لكن ليش بس؟ انتهى خلاص. ابشر ابشر ابشر. يخاطبني ويخاصمني. ابشر ابشر وملعبي. طيب تقدرون اقدر اختار سؤال؟ ابي اصعب سؤال. لا لا ما توصل. بدون سحب ابغى اصعب سؤال لسلطان. ما توصل كذا يا ابو عوض. ما توصل، ما توصل كذا. لا عشان ما تعود. انت انت جايك دورك. انت انت ابو منار. انت ادوات عندي. انت عندي ولا ظلم دايم البدي. اعطني الدولار. طيب سلطان لوريك سلطان. المره الجايه وشو؟ المره الجايه شباب ريلاكس. ولا ظلم دايم البدي. المره الجايه كيف تقول؟ شيء ما بعد هناك شباب. من عند مسابقه ذكر اسم احمد العوض. ايش راح تقول؟ المحور حق احمد العوض. نقول احمد العوض سيطر على الفقره. ايوه. نظم الفقره. لا ما بك تقول فقره حماسيه. جميل احمد العوض. جميل. افخم شخص بالعالم. افخم شخص ما في مثله. ما في مثله. نقاط نوعيه. لو يدرون وخروا القمر حطوه بداله. قال ما في تستاهل. نعم 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 تستاهل. خلاص يلا الان اعطونا الدولار. يلا كذا صح كذا نقدر. يلا يلا اعطونا اعطونا الدولار. يلا يلا سلطان. يلا شباب يلا روح يا شيخ الدولار. اعطني الدولار. اعطونا نقول نشوف سلطان. تعال مبروك مبروك مبروك. بدون سؤال مبروك. 200 نقطة. طيب بدون سؤال 200 نقطة. مبروك يقول. عطنا الدولاب اللي بعد. طيب مبروك خلاص بدون سؤال. صح 200 صح نقطة صح. شفت لأنك مدحت. والله العظيم لا لا والله أني رحت. طيب عطونا الدولاب. أسوأ بدون خيارات. لا ما أسوأ بدون خيارات. دائما تلقى خصم أو خصم عطى غير. عطونا الدولاب. نقول إن شاء الله زايد 2000 نقطة. ستوب. تدري ليش؟ اللي اخذتها خصمتها. اللي اخذتها خصمتها. نعم 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 الحمد لله. جعلنا ما نضر احد بس نطلع. يلا الله يسعدكم يا عوض. الله يلا. طيب شباب شباب. طيب كم اخذ كم باقي واحد ما اخذناه؟ ريلاكس. كم باقي واحد؟ كم باقي واحد ما اخذناه؟ انا 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 باقي كم؟